تحياتي يا أصدقائي. الأرجنتيني هيكتور كوبر يصدر قائمة نهائية مشاركة في بطولة كأس آسيا المكونة من 26 لاعب. مؤتمر صحفي أجراه هيكتور كوبر كلام يعني حكى فيما يتعلق بالمنتخب واللاعبين المستبعدين. حنحكي عن آرائنا أو رأيي الشخصي أنا بالقائمة الموجودة بمنتخب سوريا وتصريحات الأرجنتيني هيكتور كوبر. طبعا متمنيا توفيق لمنتخبنا في البطولة الآسيوية. أكيد أصدقائي اللي عم يشاهد الفيديو نزيل عمل اشتراك في القناة إذا ما أنك عامل وعمل لايك لحتى دائما نكون معكم لحظة بلحظة. إذن يا حبايب القلب القائمة النهائية الأرجنتيني هيكتور كوبر مشارك في بطولة كأس آسيا مكونة من 26 لاعب. ملاحظاتي على هذه القائمة قبل الدخول بالتفاصيل أنه يعني في أربع حراس يعني قائمة في 26 لاعب. ليش أربعة حراس يعني كل المنتخبات تشارك بثلاث حراس، نحن ليش عندنا أربعة حراس؟ هي نقطة استفهام فيما يتعلق بهذا الموضوع. أيضا فيما يتعلق ب يعني بخط الدفاع ثلاث لاعبين فقط يلعبون في خط الدفاع، يعني لاعبين أساسيين مركزه الأساسي مدافعين ثلاثة، غياب الشامي وسعد أحمد. يعني أيضا هون في نقطة استغراب فيما يتعلق بهذا الموضوع. بالنسبة لخط الوسط يعني وجود المار إبراهيم أيضا يعني هو لم يكن متوقع بصراحة أن يكون موجود في خط الهجوم. أيضا غياب علاء الدالي ووجود مارديك أيضا يعني كمان هون أثار استغراب البعض. هلأ هنحكي بالتفاصيل يعني فيما يتعلق بهذه القائمة حبايب القلب. يعني مثل ما شايفين سوا نحن وياكم في حراسة المرمى إبراهيم علمي، أحمد مدنية، طه موسى وماكسيم صراف. هاي القائمة المكونة من حراسنا، أكيد حيكون إبراهيم علمي هو الحارس الأساسي لمنتخب سوريا. وجود أربعة حراس وطبعا حكيت عنه أنه هو أمر مستغرب بالنسبة لموضوع يعني أنك أنت بدك تلعب بطولة آسيوية، فأنت لازم يعني ثلاث حراس، ما بعرف ليش أربعة. يعني على كل حال كل توفيق لحراسنا بهي المباراة أو بهي البطولة أصدقائي. بالنسبة لأيضا لاعبين خط الدفاع عندك كروما، عمر ميداني، عمر جنيات، عبد الرحمن ويس، مؤيد عجان، خالد كردغلي ومؤيد الخولي وأيهم أوسو. هلأ بالنسبة للاعبين المدافعين في عندنا أيهم أوسو، مؤيد خولي وعمر ميداني، وثائر كروما أحيانا بيلعب مدافع وهو لاعب ارتكاز، حيلعب أكيد يعني حيكون مدافع بهي البطولة. بالنسبة للاعبين الأظهرة عمر جنيات، عبد الرحمن ويس، معيد عجان وخالد كردغلي، يعني لا جديد، هؤلاء الأسماء الموجودة بمنتخب سوريا من زمان وهلأ يعني ما في شيء جديد. بالنسبة للاعبين خط الوسط يعني المار إبراهيم، كامل حميشة، خليل ياس، محمد عثمان وإزاكيل عم، فهد يوسف وإبراهيم هيسار ومحمود الأسود. يعني بالنسبة للمار حنحكي بفيديوهات قادمة عن هذا اللاعب ووين بيلعب وعن أرقامه، لكن في المجمل يعني أسماء حنشوفها لأول مرة. خليل الياس حنشوفه لأول مرة مع منتخب سوريا. بظن توليفة خليل الياس، محمد عثمان وإزاكيل عم هي اللي حتكون أساسية في منتخب سوريا بالبطولة الآسيوية. بالنسبة لإبراهيم هيسار يعني شفنا دقائق معدودة، وأنا قلت بتصفيات كأس العالم نحن ما فينا نعتمد على المباراتين لحتى نقدر نقول انه هذا اللاعب جيد او لا. عمار رمضان اكيد مهم، محمود الاسود وجوده ايضا مهم بهي القائمه، هو من افضل اللاعبين المحليين، لاعب صغير بالعمر. محمد حلاق لا غبار عليه، انطونيو يعقوب، مارديك مارديكان، عمر خريبين، بابو صباغ. هلا عمر خريبين وبابو صباغ البعض يقول يعني انه عمر خريبين من الحرس القديم، ولكن عمر خريبين هو متالق مع الدوري الاماراتي مع فريقه وهداف الدوري الاماراتي. بابلو صباح حكينا عنه كثير، يعني انطونيو يعقوب وهو وافد يعني من اللاعبين الشباب اعمارهم صغيره حيكون موجودين بالمنتخب. ومارديك مارديكان يعني انا استغرب ايضا عدم وجود علاء الدالي، هو هداف في العراق، هداف الدوري العراقي، وانا اعتقد انه كان يستحق ان يكون موجود بهي القائمه.
طبعا اضافه الى يعني انا من وجهه نظري ايضا ارى انه مصطفى جنيد يعني ظلم بعدم وجوده بهي القائمه. مصطفى جنيد هو يعني اهم لاعب موجود حاليا في الدوري السوري، لاعب صغير بالعمر، لاعب صانع العاب، لكن هي وجهه نظر هيكتور كوبر. على كل حال انا احترم وجهه نظر هيكتور كوبر، انا مع جميع اللاعبين الموجودين. بدي احكي شوي عن المؤتمر الصحفي اللي تم الكلام فيه عن يعني ما انا زملائنا الصحفيين لهم كل المحبه والاحترام، لكن ركزوا على موضوع السوما. انا كنت اتمنى انه يركزوا على مواضيع تانية ايضا يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، لكن يعني هو السوما هو الحدث الابرز غيابه عن البطوله. يعني قال عمر هيكتور كوبر بخلال حديثه عن موضوع السوما بمعناه انه هو اذا بده يخبر كل لاعب يعني إذا بده يخبر السومة فهو بده يضطر يخبر كل لاعب مستبعد، وهذا في قلة احترام، وهو يعني هيك طريقته المدرب. أيضا تحدث أنه حديث عمر السومة يتعلق بالفيتامين والإداري المنتخب وهو يعني أنه هذا الموضوع ما لازم يصير، وأنه لازم اللاعب يكون داعم المنتخب، يعني رد عليه لهكتور كوبر، وبالتالي عفوا عمر السومة وبالتالي سكر الطريق تماما أمام عودة الأرجنتيني كوبر والسومة سوية في منتخب سوريا. ايضا في متعلق موضوع الانسجام، يعني احنا دائما كنا عم نحكي على موضوع الانسجام بين اللاعبين، وفي ناس بالتعليقات تكتب لي يا اخي بدنا نحن بننسجم وبدنا 50 سنه وبتتمسخر على هذا الموضوع. حكى الزلمه انه راح يحاول قدر الامكان خلال اسبوعين حيعملوا في معسكر، يعني خلال هذا ال 12 يوم بالامارات وقطر مباراتين وديتين، انه يعني يكونوا اللاعبين مندمجين مع منتخب سوريا، ويكون ايضا التوليفه جاهزه لانه نحن نعمل شيء بهذا المنتخب. ايضا تصريحات هيكتور كوبر عن مدير المنتخب انه هو يعني لم يتعامل مع احد هو افضل من مدير المنتخب، هذا رايه الشخصي الارجنتيني كوبر، يعني الناس لها اراء والناس بتعرف تفاصيل كره القدم السوريه لها رايها، وايضا في اراء. بالنهايه هو مدرب يحاول ان يحافظ على صوره المنتخب واداره المنتخب وهو قبل الذهاب الى كاس اسيا. يعني لا احد ينكر انه هيكتور كوبر هو مدرب، يعني بيعرف شو كيف بيحكي، وبيعرف اختيار كلماته، وبيعرف يعني ينتقي الحديث جيدا. يعني وشفنا المؤتمر الصحفي يعني حاول هيك انه يثير دائما انه البلد قبل كل شيء، البلد قبل هيكتور كوبر، البلد قبل السوما، البلد قبل اي لاعب. يعني هذا الكلام اللي بيحكيه هيكتور كوبر اكيد يعني هو ناجم عن خبره كبيره لهذا الارجنتيني في الملاعب العالميه. يعني قارن ايضا استبعاد عصام الحضري مع بمصر، قال انه يعني هون قلل من قيمه السوما عندما قال انه انا سنه كامله بمصر استبعدت الحضري، هو بطل افريقيا، بطل دوري كذا مره، بدا اسطورته ارقامه بطوله كذا، يعني صرح يعني قلل من قيمة السوما بحكي عن الحديث عن عصام الحضري، وهذا يعني هذا من ضمن سياق الرد اللي حكاه هيكتور كوبر. على كل حال يا أصدقائي، هلا أنا يعني شفنا القائمة، نحن في تحفظ على بعض الأسماء الموجودة، حكينا ملاحظاتنا، لكن بالنهاية حنشارك بهدول اللاعبين. بالنهاية هي خياراته للأرجنتيني هيكتور كوبر. نتمنى، أنا أول يعني الناس اللي أتمنى أنه يوفق كل لاعب بهذا المنتخب، وانه يكونوا يعني توليفه جيده بمنتخب سوريا، وانه يقدروا يساعدونا. بالنهايه يعني نحن بنحكي ملاحظاتنا وبنحكي الشيء اللي عندنا، لكن بالنهايه القرار المدير الفني هيكتور كوبر. كلنا داعمين للمنتخب، نتمنى انه يعني المواضيع الاداريه ما تصير فيها اغلاط هاي المره بهي البطوله الاسيويه، ويقدروا يحافظوا على الانسجام بين اللاعبين، ويقدروا يحبوا بعض، يعني اللاعبين اصول سوريه واللاعبين المحليين، يعني هي صعبه بس يعني لازم يحبوا بعض لحتى يفرحونا بالنهايه. وبتمنى لهم التوفيق. اصدقائي كثير مهم انه نحن دائما نتواصل سويه، وتعليقاتكم كثير مهمه وعم توصل لكل الناس، ان كان لاعبين مسؤولين ويعني مسؤولين عن الرياضه السوريه اكيد يعني، ومتابعين واللاعبين يعني، وعم يصير في نقاش كثير بهذا الموضوع، وعم يوصل كلامكم، ودائما انا عم بتحفز اكثر يعني لحتى دائما نكون سويه بالفيديوهات. بالنهاية أكيد بدي أحكي على قميص المنتخب، عجبني قميص المنتخب هيك الجديد، الدرزة الداخلة بالنص عن النسر السوري، يعني بتمنى يكون قميص المنتخب وشه خير على منتخب سوريا بهي البطولة الآسيوية القادمة. تعليقاتكم أصدقائي كتير مهمة لحتى دائما أنا أكون موجود عم أقدم لكم فيديوهات ورأيي فيما يتعلق بكرة القدم السورية ومنتخب سوريا.
باي باي.